ايه اهم النقط اللي تحب توضحها لنا بخصوص التدريب والتشغيل؟ احنا قدرتنا في الشغل عالية جدا يا مصطفى، وده مش كلام. في تجربة اتعملت في كوريا، جابوا عدد من غير معاقين وعدد من ذو الهمم في خط انتاج في مصنع، والنتيجة كانت ان انتاج ذو الهمم كان اكتر ب 35% من غيرهم المعاقين، ودي تجربة ارقام حقيقية. ده فعلا مظبوط، وانا سمعت على التجربة دي، وكلنا هنا متأكدين من قدراتكم يا عبد الرحمن. تحلم بإيه؟ بحلم لنفسي ان ابقى اعلامي مشهور، بحلم لبلدي ان كل مصنع في البلد يفتح مركز لتدريب ذو الهمم، يخرج ناس تشتغل في المصنع ده والمصانع اللي زيه. بتمنى ان الحكومة تأكد ان نسبة 5% متحققة في كل مكان في البلد. ان شاء الله الحلم ده يتحقق، ومصر تقدر تعمل اكتر من كده بكتير. ونشوف اصحاب ليا طلب في الاخر. اتفضل. انا كل اللي كنت بشوفهم بقول اللي فيه بيبقى امنيه كبيره، انا عايز ادخل كذا وعايز اروح في حته كذا، بس انا كان امنيتي مختلفه خالص، ان انا اشوف سياده الرئيس واسلم عليه. شكرا سياده الرئيس. هي الأمنية دي جماعية يا فندم، يعني الكل عند الكل، يعني الأمنية دي عند إن شاء الله الأحلام دي تتحقق بإذن الله، وكل شركة في مصر وكل مصنع يكون فيه من أصحاب الهمم من أولادنا وإخواتنا. وأنتقل دلوقتي لسفير السعادة، ولكن قبل ما أنتقل عبد الرحمن بيلقي شعر، فنشجعه ونستقبل الشعر بتاعه إن شاء الله. اتفضل يا عبد الرحمن. شعر غنائي بعنوان جيل التحدي. احنا جيل التحدي، من الأزمة هنعدي، عدي يلا وعدي، ده الموجة هتهدي، ده الدنيا في عينينا رسمة الأمل لينا، بص يا دنيا علينا اوعي في يوم تنسينا، دي بداية الطريق لينا شمعة منورة بينا، مدوا ايديكم لينا وحققوا أمانينا، ده في يوم هيجي علينا الفجر يملى عينينا والفرحة من حوالينا هتغني وتهنينا.